الآن كلمتكم في الأسبوع الماضي عن دانيال النبي، وأود في هذه الليلة المباركة أن أكمل لكم حديثي عن دانيال النبي. دانيال النبي كان في أرض السب في بابل، وكثيرا ما نسمع عن قديسين كانوا في السبل او كانوا في النفي، ومع ذلك كانوا محبوبين من الله وكانت نعمة الله معهم. فدانيال والثلاثة فتية كانوا في السبل، وهم كانوا ناس قديسين، وحزقيال النبي ايضا كان في السبل ورأى رؤى كثيرة عند نهر خابور، وكتب احد الاسفار المقدسة وهو من الانبياء الكبار. كذلك نحمية وعزرة كانوا في ارض السبي، واتمنه الله على الرجوع وتدبيره وعلى اعادة بناء سور اورشليم وعلى تنقية الجو من الاخطاء التي كانت موجودة. وايضا زربابل ولد في ارض السبت. زربابل يعني زرع بابل، يعني اتولد في بابل، وهو الذي قال له الله في سفر زكريا النبي، قال عنه الله في سفر زكريا النبي: من انت ايها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. ففي ناس عاشوا في السبت وكانوا قديسين، وفي ناس عاشوا أيضا في النفل وكانوا قديسين، زي مثلا القديس يوحنا الحبيب نفي إلى جزيرة بطمس ورأى الرؤية المشهورة بتاعته في جزيرة بطمس، ورأى السماء مفتوحة وعرش الله والقوات السمائية العظيمة، كل ده رأى في أرض النفل. ويوسف الصديق كان في أرض الغربة أيضا، وكان الله معاه وكان ناجحا في كل شيء. فكون أن واحد يبقى في الغربة في النفل في السبي لا يمنع ابدا من ان يكون قديسا ومن ان يكون الله موجود معه. في ناس في ارض الغربة غلطوا، وفي واحد زي لوط في ارض الغربة قال عنه بطرس الرسول انه كان يعذب نفسه يوما بيوم بمناظر الناس الاشرار. بالنسبة لدانيال والثلاث فتية، دانيال كان الأعظم فيهم، بدليل أنه ساعة الأكل ورفض ما بيقول الكتاب أن دانيال وضع في قلبه ألا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه، هو اللي اتكلم وكلم رئيس الفسيان وقال له جرب عبيدك واعطيهم القطاني وهتشوف ان احنا ان شاء الله مناظرنا تبقى كويسة. تكلم عن الباقيين فيدل على ان هو كان اهم واحد فيه.
وأيضا تشفع فيهم، يعني طلب من الملك نبوخذ نصر أن يديهم مراكز في البلد. ومن جهة المنصب في أرض الغربة أو في أرض السبت كان هو أعظمهم منصبا، كان هو المتولي ولاية بابل، والباقيين كانوا واخدين بعض من فروعها. ممكن ناس يكونوا في أرض السبي أو أرض الغربة ويكونون سفراء لله في تلك الأرض، فدانيال والثلاث فتية كانوا سفراء لله في أرض بابل. يعني إيه؟ يعني قدموا عبادة الله للناس ومجدوا الله في نظر الناس، والله مجدتهم أيضا. هنشوف دي في حاجات كتير. يعني مجدوا الله بتمسكهم بالعبادة بتاعتهم وبرفضهم للعبادة الوثنية، واحترموهم الملوك مع انهم اضطهدوهم لكن احترموه، ومجدهم الله بالمعجزات اللي عملها معاهم. ولذلك نجد ان دانيال لما اخبر الملك نبوخذ نصر بحلمه اللي ما كانش حد عارفه، كان بيقولوا مين يقدر يقول للواحد احلامه، يفسر له الحلم معلش، لكن يقول له ايه هو الحلم. لما حصل كده بيقول الكتاب في دانيال 2:46 للاخر: حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. حاجة عجيبة ان الملك العظيم الكبير يخر على وجهه ويسجد لدانيال الاسير الموجود، واعطى له عطايا وقال: حقا ان الهكم هو اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار، اذ استطعت ان تكشف هذا السر. كون ان في ارض السبي الملك بتاع الدولة كلها يقول الهكم هو اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار، ده نوع من الايمان اللي موجود عنده. وعين دانيال سلطه على كل ولاة بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك، فولى شدرخ وميشخ وعبدناغو على اعمال ولاية بابل. تاني حاجة ان لما الثلاث فتية اصروا على عبادة ربنا ورفضوا السجود لتمثال الملك ورموهم في اتون النار وربنا كان معاهم فلم يحترقوا ولا شعر من رؤوسهم احترقت ولا رائحة النار دخلت في ثيابهم، بيقول الكتاب ايه في الموضوع ده؟ بيقول ان الملك في الاول قال لهم: من هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ لكن لما وهم قالوا هو ذا يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار، يعني شهدوا لربنا امام الملك وقالوا له: والا فليكن معلوما لك ايها الملك اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال. قال لهم: يحموا النار 7 اضعاف الى اخر. ولما انقذهم الله يقول الكتاب في دانيال 3:28: اجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك اله
شدرخ وميشخ وعبد ناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم، مدحهم ومجدهم وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وابنه، يعني اتكلم كلام إيماني بالنسبة لي. وبعدين قال صدر أمر مني بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد ناغو فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبد ناغو في ولاية بابل. يعني في الأول امتدح الإله الذي أنقذهم، وتاني حاجة قال أي حد يتكلم عن إلههم بالسوء يتقطع إربا إربا ويصير بيته مزبلة. إذا مجدوا اسم الرب وأصبح مفيش واحد يقدر يتكلم بالسوء عليه. ولذلك لما ناس بيسلكوا صح بيخلوا بقية الشعب حتى غير المؤمن يحترموهم ويحترموا ديانتهم، بعكس الذين يجدف على الله بسببهم. فدول تسببوا في تمجيد اسم الرب. بعد كده نجد ان دانيال لما رموه في جب الاسود وربنا انقذه من جب الاسود كان ده برضو سبب تمجيد لربنا، لان الملك قال له هل استطاع الهك ان ينجيك من جب الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأنني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك. ففرح الملك بكده، وكانت النتيجة أنه أخذ الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود. وبعدين قال الملك ملك داريوس من قبلي صدر أمر إنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون أمام إله دانيال. يعني مسألة ما كانتش تمجيد دانيال فقط، تمجيد إله دانيال، قال يرتعدون ويخافون أمام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، فنجح دانيال في ملك داريوس. يبقى ربنا لما بيعمل معجزة بتمجد اسم ربنا مع واحد من أحبائه الموجودين. ولذلك كتير من المعجزات اللي تحصل من القديسين بتمجد ربنا، أو كثير من الظهورات الإلهية أو الظهورات الروحية اللي بتحصل بتمجد ربنا. حاجة تانية ان هؤلاء الثلاثة فتية ودانيال معاهم ادوا فكرة عن علاقة ربنا بيهم،
فبالنسبة لدانيال لما حصل مع الملك بلشسر ولقى ايد بتكتب ومعرفش الكتابة معناها ايه واحتار وفزع وكل المجوس والمنجمين والحاجات ما قدروش يعملوا حاجة، مراته الملكة قالت له كلمة عجيبة قوي كويسة في دانيال 5:11، قالت له في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القديسين، رجل فيه ايه روح الآلهة القديسين اللي هو دانيال، فهاتوا يفسر لك. فجابوا ففسر له كل انهم يشعروا ان واحد فيه روح الله، وده تمجيد ليه، مع انهم بيمجدوا ربنا اللي الانسان ده فيه روح الله. دي تفكرني ايضا بما قيل عن يوسف الصديق في تكوين 41:38-39، لما جت حكاية البقرات السمان والعجاف والسنابل إلى آخره، والملك معرفش التفسير وجاب يوسف، فبعد ما فسر له الحلم قال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ يعني أيام بلشسر قالوا عن دانيال فيه روح الآلهة القدوسين، ومع يوسف الصديق قال هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ لأنه ليس بصير ولا حكيم مثله. فبرضو أولاد الله لما يكونوا ناجحين بيعطونا فكرة عن إلههم تحبب الناس فيه. هؤلاء الأشخاص بروحهم الطيبة مش جابوا مديح الملوك ليهم وتمجيد الله عن طريقهم، وإنما كانوا أيضا محترمين من الملوك. دانيال زي ما قلت لكم سجد له نبوخذ نصر، وأيضا لما جه يترمي في جب الأسود حزن عليه داريوس الملك وبات صائما ولم يؤت قدامه بسراريه، وأيضا نحمية في عهد أرتحشستة كان أرتحشستة يحترمه وسمح له بأنه يقوم بمجهود في إرجاع الشعب. سفر دانيال يدينا فكرة عن الملوك الوثنيين وكيف كانت سلطتهم غير محدودة، يستطيعوا انهم يرموا في جب الاسود، يستطيعوا انهم يرموا في اتون النار، يستطيعوا انهم يحكموا على الاشخاص اجسامهم تقطع اربا اربا وانه بيوتهم تبقى مزبلة. كانوا لهم سلطة كبيرة جدا، لكن مع ذلك كان من ضمن العيوب نجاح الذين حولهم من المتآمرين. يعني لما نبوخذ نصر عمل تمثال كبير وما سجدش ليه الثلاث فتية، جم الناس اللي حوالين الملك وقالوا له شايف الناس دول اللي انت حطيتهم على ولايات اهو دول ما بيعبروكش، لا يصنعون اعتبارا لامر الملك ويرفضون ان يزودوا ليكوا الهتك. واغتاظ الملك جدا وجابهم قال لهم انتم ما بتحترموش الهتي، انتم ما تسجدوش لالهتي؟ قالوا له ايوه، احنا ما نعبدش غير الله بتاعنا. فقال الاتون حموه 7 اضعاف والقوهم في النار. كل دية
من مؤامرات الناس اللي حوالين هذا الملك. لكن ربنا تدخل، وهؤلاء المتآمرين وهم بيرموا التلت فتية هم اتحرقوا، التلت فتية ما جرى لهمش حاجة. برضو بالنسبة لدانيال، مع ان الملك داريوس كان بيحبه جدا وما يحبش انه يترمي في جب الاسود، لكن جم اللي حواليه وقالوا له لا، شريعة مادي وفارس انك لما تصدر امر لا يمكن ان يتغير الامر بحكم القانون. مصايب ايه دي؟ قال لهم طب ارموه في جب الاسود، وهو حزين القلب جدا، لكن المتآمرين اللي حواليه، ولأن ربنا ما يوافقش على هذا التآمر، فلما نجى دانيال من جب الأسود الملك داريوس قال اللي بيتآمروا عليه يترموا هم في جب الأسود، فكانت دي نهاية المتآمرين. الناس دول اللي زي دانيال والتلت فتية كانوا يعيشون في غربة، ولكن الله كان معهم في غربتهم وكان يقويهم. يوسف الصديق ايضا كان في غربة، لكن قيل ان الرب كان معاه وكل ما يعمله كان الله ينجحه، فاخذوا احترام الملوك دي. حاجة تانية نقولها عن دانيال، انه وهو في ارض الغربة كان شفيعا في شعبه ويصلي من اجله ويصوم، وده اللي لقيناه في دانيال الصح 9. اهو دانيال مبسوط وعايش في قصر ملك وحاكم لبابل واخر مغنغة، لكن ما نسيش اهله، ما نسيش شعبه. بيقول وجهت وجهي الى السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. ساب العز بتاع المملكة وابتدى يجلس في الرماد ولابس المسوح، وبدأ يصلي لله من اجل شعبه. قال لربنا ايه؟ اخطأنا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك، لك يا سيد البر، اما نحن فلنا خزي الوجوه. طب انت عملت ايه يا دانيال؟ ما عملتش حاجة وحشة عشان خزي الوجوه. هو بيحمل اثام شعبه، بيقول له لينا خزي الوجوه لملوكنا ورؤسائنا وكذا وكذا وكذا. وبعدين يقول له يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واعمل لا تؤخر. بيتشفع في شعبه بالصلاة والصوم والمسوح والرماد. لم تكن له خطية نعرفها، يعني سفر دانيال لم يكتب لنا خطية عن دانيال، لكنه كان يحمل خطايا شعبه ويقول أخطأنا إليك يا رب من أجل مرحمة لا تنظر إلى خطايانا. نفس الوضع ده رأيناه في سفر نحمية الملك، في سفر نحمية اللي كان خادم عند الملك أرطغشستا، لما سمع بخراب البلد عنده والأسوار المحروقة بالنار والشعب في ضنك عظيم، بيقول أما أنا فصمت وصليت ونحت أياما وبكيت واعترفت لله
وقلت له يا رب احنا اخطأنا واحنا تمردنا على وصاياك وانت عاقبتنا يا رب. ولم يقل لنا الكتاب ان نحمية كانت له خطايا، لكنه ايضا حمل خطايا شعبه وبدأ يعترف ويطلب من ربنا الرحمة باسمه. دانيال النبي ايضا مع انه كان انسانا محبوبا من الله، والملاك جبرائيل قال له انك انت محبوب، والملائكة الاخرين قالوا له كده، لكن مع ذلك كان انسانا متواضعا. لما الملك نبوخذ نصر قال لو الحكماء والمنجمين والسحرة والمجوس ما قالوا ليش الحلم بتاعي انا هموتهم كلهم، دخل دانيال وقال للمشرف هناك، قال له لا ما تموتوش الحكماء، قل للملك يديني يومين كده وانا اقول له. وبيقول ايه الكتاب؟ انه اعلم الفتية الثلاثة عشان يصلوا من اجل هذا الموضوع. ده تواضع منه، مش اكتفى بعلاقته بربنا، طلب ان هؤلاء ايضا يصلون، يعني اللي بينكروا الشفاعة بينسوا شفاعة دانيال في شعبه، وبينسوا انه طلب من الثلاث فتية ان يتشفعوا فيه عشان ربنا يكشف له هذا السر. ونسي ايضا ان بولس الرسول قال لأهل افسس صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي. فكان انسانا متواضعا، ولما وقف امام الملك عشان يقول له ايه الحلم بتاعه قال له ايه؟ قال له يوجد اله في السماوات كاشف الاسرار، يعني بيدي له فكرة عن ربنا، وقد عرف الملك باللي هيحصل. اما انا فلم يكشف لي هذا الامر لحكمة في اكثر من كل الاحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم افكار قلب. برضو التواضع منه، يقول له انا مش لحكمة في. ايضا نلاحظ ان دانيال في تواضعه لما جه يتكلم عن الرؤى اللي كشفها له ربنا قال سمعت وما فهمت في دانيال 12:8. ولما فسر له جبرائيل الرؤية قال اما انا دانيال فقد نحلت اياما ثم قمت وباشرت اعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. انا متعجب من هذا الشخص اللي ربنا اعطاله موهبة الرؤى والتفسير والفهم، وكان من القادرين في الفهم. يقول سمعت ولا فهم وما فهم وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم، على الرغم ان جبرائيل هو اللي فسر له. دي تدينا فكرة عن الناس الغلابة اللي يمسكوا سفر دانيال وسفر حزقيال وسفر الرؤية ويبتدوا يطلعوا مواعيد المجيء الثاني. اذا كان دانيال نفسه اللي فسر له جبرائيل قال كنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم، طب انتم اللي هتفهموا. دايما المتكبرين يدعوا الفهم، والمتواضعين يقول كنت ولا فهم، سمعت وما فهم. ده اللي بيقعدوا يحسبوا اسابيع الايام يعملوا ايه؟ جم في نبوءة دانيال لما قال لنبوخذ نصر انك انت
قد يطردوك 7 سنين وتعيش في البرية وتاكل العشب زي الوحوش الى اخر. فجم قالوا ايه؟ قالوا 7 سنين يعني ايه؟ ده تفكير شهودي. 7 سنين السنة 360 يوم، هي 65 وربع و11 ثانية حتى. 360 في 7 ب 2520 سنة. ونبوخذ نصر كان سنة 606 قبل الميلاد. يبقى رد سبيو 2520 ناقص 606 يساوي 1914، فقال يبقى المسيح هيجي سنة 1914. فن. وجي المسيح ما جاش. جه المسيح ايه؟ ما جاش. لكن يعني ايها الخجل اين احمرارك؟ مفيش خجل. قالوا لا، ده المسيح جه في اورشليم السماوي. طب وانتوا شفتوه؟ قالوا لا، ده جه بطريقه غير منظوره. طب عرفتوا منين انه جه؟ وعرفتوا منين انه جه بطريقه غير منظوره وتوج هناك في اورشليم السمائيه؟ ناس بيدعوا المعرفة. لذلك حسنا قال السيد المسيح لتلاميذه القديسين في أعمال 1:7: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لكن شهود يهوى والسبتيين وامثالهم والبلاميذ دول ما لهمش دعوه بالايه دي للغلابه الرسل اللي هم ضعفاء العالم وجهال العالم والمصدر وغير الموجود، ليس لهم ان يعرفوا الازمنه والاوقات. لكن علماء هذه الطوائف ما ينطبقش عليهم الكلام. المهم دانيال النبي تكلم ايضا عن السيد المسيح في دانيال 9:25، قال المسيح الرئيس. وفي دانيال 7 وصف المسيح بانه ابن الانسان. لقب المسيح الذي تمسك به يدين كان يقول ابن الانسان ابن الانسان، اتخذ من دانيال النبي. هو دانيال النبي اللي قال الكلام ده. ففي دانيال 7 يقول ايه؟ يقول من آية 9: كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار بكرات نار متقدة إلى آخره. ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وكوف قدامه. اللي بنخطه في القداس دي جاي من دانيال للنبي. وبعدين بيقول ايه؟ كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان. ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. اتكلم عن لاهوت المسيح تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، واتكلم على ملكوته وملكوته ما لن يزول وسلطانه سلطان قرض، وقال مثل ابن انسان. كلمة اعطي سلطانا
دي عايز افسرها لكم عشان تفهموا. بعض من الاريوسيين وامثالهم ممن يحاربون ملكوت لاهوت المسيح يقولوا كلمة اعطية، فالذي يعطى ما يبقاش هو الاله المعطي. لكن للتفسير دي نقول هناك فرق بين اعطاء واعطاء. تعطي شخصا ما ليس له يبقى هو ناقص وانت بتعطي له حاجة مش عنده، لكن لو تعطيه بحسب الطبيعة ما اسمكش بتعطيه ما ينقصه. زي ايه مثلا؟ زي ما نقول الشمس اعطت شعاعها ضوءه، مش كان الشعاع ملهوش ضوء والشمس اعطته ضوء؟ ده بحكم طبيعته له هذا الضوء، لكن لانه مولود من الشمس فقيل اعطيه. او تقول مثلا الاب اعطى ابنه ذكاؤه ونوع دمه، مش معناها انه ما كانش عنده ذكاء وبعد ما تولد اداله ذكاء، ده اخده بالطبيعة، عطاء بالطبيعة، عطاء بالطبيعة. زي ما نقول النار اعطت لهيبها حرارته، هو ما كانش ليه حرارة واخد حرارة، ده بالطبيعة له، لكن بيؤخذ الكلمة بالعطاء. ففي فرق بين العطاء بالطبيعة والعطاء بالهبة لمن ليس له. دانيال النبي كما تكلم عن المسيح تكلم عن الملائكة، ففي مرتين اتكلم عن جبرائيل الملاك في إصحاح 8 من 15 ل 19، وفي إصحاح 9 من 21 ل 23، وثلاث مرات اتكلم عن الملاك مخاييل. ما فيش ولا سفر من اسفار العهد القديم اتكلم بالكثرة دي عن الملاك مخاييل. اتكلم عنه في إصحاح 10 13 وإصحاح 10 21 وإصحاح 12 1 الرئيسكم ميخائيل، وقال في 12 عن أواخر الأيام وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبه، ويكون زمان ضيق لم يكن مثله على ضيق الأيام الأخيرة، ويقوم الملاك مخاييل في الوسط ده. دانيال النبي الرؤى بالنسبة له في رؤى للناس أو للملوك فسرها، وفي رؤى ليه هو فسرها له جبرائيل رئيس الملائكة. اتكلم ايضا عن القيامة وقال كلام احنا بنقوله دايما باستمرار، بيقول في إصحاح 12 آية 2 و3 كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء، زي ما ورد في يوحنا 5:28-29 والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. كل دي آيات من الآيات المشهورة قالها عن القيامة. واتكلم كثير عن أواخر الأيام في 12:7 الزمان وزمانين ونصف، وفي 12 آية 11 و12 اتكلم على 1290 يوما و 1335 يوما، وفي إصحاح 8 قال 2300 صباح ومساء. ناس كتير فسروا هذه الآيات حسب مزاجهم، ولم يحدث أن كان فيهم شخص متواضع قال مثل دانيال النبي وكنت ولا فاهم. بركة دانيال النبي تكون معكم.